اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بهديل الاطفال الحلوين اللي هم حابين التغيير، مش بنقول لك بناكل لحمه ولا فراخ يا مامي، النهارده عامل لكم النودلز بالخضار بس برضه هي فيها بروتين لطيف وجميل، وعندنا الصويا صوص بروتين نباتي لطيف وجميل وكمان صحي. فهنشوف النودلز ازاي نعملها بالخضار بتشكيله من الجزر والكوسه، وهندخل الخيار في الخضره بتاعه النودلز. اخواننا في اليابان او في الصين بيدخلوا الخيار في بعض الاكلات بتاعتهم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مستر البستاشيو، البستاشيو مشهور جدا دلوقتي مع الايس كريم وفي الكافيهات، لاتيه بستاشيو لاتيه ايس كريم. البستاشيو اللي هي صلصه الفستق، البستاشيو اللي هو عباره عن فستق مطحون واخد كريمه لباني وسكر باودر. انا عايزكم في الريف المصري والصعيد المصري هخليكي تعملي البستاشيو، معرفش اللي هي بتطلع معايا ازاي، البستاشيو ده بطريقه سهله وبسيطه بحيث انك انت تشغليه ايس كريم، تخليه في الكافيهات، تخليه في الكافيه بتاعك، تعمليه سموزي في العصاير، هي صلصه لطيفه وجميله، وتعملي برطمان تحطيه في الثلاجه. هنجيب الفستق نطحنه، بياخد سكر باودر وياخد كريمه سائله، وتدخليه في قلب الثلاجه يبقى لطيف وعندك، واولادك بيشوفوا الصور دي على السوشيال ميديا حبينها مش هتحرمهم من حاجه وتعمليها. معانا فرايد رايز النهارده بالسبانخ. فرايد رايز يعني رز مصري بياخد زيت سمسم وصويا صوص والسبانخ غنيه بالحديد. مطبخ النهارده مطبخ صحي واحنا متفقين. ومن بدايه بعد العيد ان احنا الاكل بتاعنا بيكون هيلث بقدر الامكان، ما فيهوش لا فراخ ولا لحمه، ولكن في افكار بسيطه وسهله. وهناخد بعضنا نطلع فاصل ونرجع تاني لمستر اللي اسمه ايه يا شفيق يا فاروق؟ الاسبيتيتوس، الاسبيتيتوس بتاعنا او الاسبيتاشو، هنشوف نعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي النودلز. مكرونه لونها بيبقى يميل للصفار شويه، وفي منها الابيض معمول بدقيق الرز. تعالوا نعملها مع بعض النهارده مع الخضار، ونستخدم معاها الصويا صوص وزيت السمسم. البطل في الاكله دي زيت السمسم والصويا صوص. المقادير على الشاشه، معانا كوسه ومعانا جزر ومعانا خيار، ممكن نضيف سبانخ، ممكن نضيف مشروب. انا اخترت ثلاث انواع خضار متوفرين ومتواجدين، ومعانا النودلز بتتباع في اي سوبر ماركت، ومعانا صويا صوص وزيت سمسم. ولكن اذا استخدمتي صويا صوص، الملح هنا ملوش مكان بينا، ده الطبيعي. هنقطع الاول الخضار بالشكل الحلو اللي هو الشكل لما نشوف الطبق نقول ده مطبخ صيني على طول. بناخد الكوسه كده، ظهر الكوسايه الخضار بتاعها، ونقطعها بالطول ده كده. هي الفكره ان انا النهارده بنوع لك المطبخ بتاعك وبديك افكار حلوه، بما ان احنا بنتابع السوشيال ميديا وبنشوف افكار، بنشوف صور لاطباق حلوه، فايه المشكله لما تعمليها لاولادك؟ وهتطلع طبعا وهتعمليها تكون احسن من اللي انت بتشوفها بكتير. ده الخضار اهوت، الكوسه بتتقطع بالشكل ده كده، نفس القصه كده اهو، بناخد ظهر الكوسه. طب وقلب الكوسه يا عم الشيف؟ هو ده الكلام بقى. قلب الكوسه ده بتيجي يوم تاني، مش لازم النهارده يعني، بتقطعها بالسكينه مكعبات صغيره وتعمليها مع رز، تبقى لطيفه وجميله، او مع برغل او فريك. اخواننا الشوام دي اكله مشهوره عندهم اسمها مفركه الكوسه، تتعمل بالفريك او البرغل، بتبقى لطيفه وجميله، بتتعمل بقلب الكوسه. يعني لما بيعملوا كوسه محشي بياخدوا قلب الكوسه او بعد تقوير الكوسه ويعملوها تاني يوم، اكله بتبقى لطيفه وحلوه. يا اما يعملوها مع طبق بيض، عجه البيض بالكوسه، وهكذا. انا بديك افكار عشان ما فيش حاجه عندك تترمي ويبقى فيه تبذير. الكوسه اتقطعت بالشكل ده، حلو قوي. لازم الاكل الصيني او التايلاندي او الماليزي او الاندونيسي او الياباني بيبقى له شكله معروف، فلازم نحترم الشكل بتاع الطبق اللي بيتعمل. حتى في طريقه تقطيع الخضار، الجزر نفس الطريقه، قطع كده، لازم السكينه بتاعتك بالشكل ده كده، لا ده ما يتبشرش، لازم يبقى بالشكل الطولي ده كده. احنا طبعا من بدايه الاسبوع شغالين كل الاكل بتاعنا
تقريبا هيلسي، مش مستخدمين لا جبناش لا فسيله لا للفراخ ولا اللحم خالص. والمطبخ بتاعنا متنوع وفي افكار بسيطه وسهله. ادي الجزر بالشكل ده كمان اهوت زي الفل. عندك مشروم حط شويه مشروم، عندك سبانخ حط سبانخ حسب الرغبه، عايزه تجودي زياده حط سباركوس. السباركوس ده فيه منه الاخضر والابيض، سعره غالي شويه. انا بديك افكار عشان اللي بيتابعونا في كل انحاء العالم يعرفوا ان احنا في الحاجات دي موجوده، ولكن انا بديك الاختيار. ممكن نستخدم مع النودلز بروكلي عادي مفيش مشكله، او الكرنب الصيني الملفوف الصيني. ادي الخيار نفس الطريقه، بناخد برضو ظهر الخياره كده اهوت بالشكل ده كده، واللي باقي من الخيار يا عم الشيف ممكن يخش في طبق سلطه، سلطه زبادي بالخيار. شفت بقى الافكار اهو، الخيار يا شيف ينطبخ اهو بالعكس، هيبقى طعمه لطيف جدا وجميل جدا مع النودلز. ممكن يتعامل مع اطباق اللحمه واطباق الفراخ. ده الخيار قطع بالشكل ده برضو. احنا بنجيب الكيلو الخيار بنحطه في الثلاجه، بعد يومين ثلاثه بنلاقي نشف معانا ما عملناهوش سلطه، بس احنا بنبقى عند الراجل الفكهاني عايزين نجيب كل حاجه وخلاص. فانا بنصحك وانت بتشتري المشتريات بتاعتك من الخضار تجيب على قد استخدامك عشان ما يبقاش فيه تبذير والحاجه تترمي، ده مهم جدا على فكره. وبعدين في متعه كبيره سبحان الله، والواحد وهو بيتسوق بيشتري الحاجه بتاعته سواء خضار سواء فاكهه، في متعه كبيره كده والواحد بينقي الثمره اللطيفه الحلوه من خير ارضنا. والفواكه في الصيف السنه دي الحمد لله حلوه، اذا كان البطيخ ولا الشمام ولا الخوخ. ده الخيار اتقطع بالشكل ده كده اهو حلو قوي. نفس الطريقه البصل، حتى شكل الخضار حلو على الايه على البلانشه بتاعتي. هنشيل دول كده زي ما قلت لحضراتكم هنستخدمهم استخدامات اخرى. عندنا بصل اهوت، ممكن نستخدم بصل احمر او ابيض، ممكن على فكره نستخدم كمان فليفله ملونه، ده اختياري. نفس الطريقه البصل يتقطع كده. طاسه شديده الحراره على النار بنحط فيها معلقتين من الزيت عادي او زيت زيتون مع زيت سمسم، نبدا نحمر الخضار ده تحميره حلوه حلوه قوي. ده الخضار بتاعنا اللطيف، عايزينه سبايسي النودلز بتاعنا. بناخد قرن فلفل حار كده وده اختياري برضو. انا حبيت اقطع الخضار مع حضراتكم عشان نشوف تقطيع الخضار بيتم ازاي. حلو قوي. عندنا الطاسه شديده الحراره بنحط فيها شويه زيت زيتون معلقتين تقريبا، مع معلقتين من زيت السمسم، ده غالي شويه بس طعمه طبعا مميز مع الاكل اهو زي الفل. ناخد الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده بنسقطه في قلب الطاسه. شكل الخضار هو نازل في قلب الطاسه بيتكلم مصري، اذا كان الخيار او الكوسه ممكن تحط بتنجان على فكره بنفس الطريقه برضو، بتاخدي ظهر البتنجانيه وتقطعيه. سواد البتنجان في قلب الطبق ده برزنتيشن عالي قوي على فكره وبيدي شكل حلو. انا بديك افكار. حلو ادي الخضار بالشكل بتاعه، عندي ميه بتغلي بسيب الخضار ده يستوي، مش مطلوب ان هو يستوي جامد على فكره، التحميره دي مطلوبه اهي. ده النودلز بناكلها بره في المطاعم، بنشوفها في الصور، فص توم حلو كده ونقلب. شفت الجو ده كده؟ طبق صحي 100%. عايز تحط مشروم حط، عايز تحط بروكلي حط، سبانخ زي ما انت حابه. لا بطاطس لا، ما تهزرش يا فاروق الله يرضى عليك، بطاطس ملهاش مكان بينا في الموضوع ده خالص. جديده والخيار لطيف وعمل لون تاه سبحان الله، لونه فاصل عن لون السبانخ
حلو، حتى بعد السوى بنحط الصويا صوص بتاعتنا. طالما حطينا يا ست الكل صويا صوص ما نحطش ملح خالص. حلو، والصويا صوص طبعا مالحة، خلي بالك في انواع في السوق منها المالح زيادة وفي منها اللي هي المتوسط، شوف اختيارك ايه هتجيبيه مفيش مشكلة. النودلز خدت اللون ده، ونحط شوية مية مغليين على النار. الأكلة دي بريئة من الكمون، بريئة من الكزبرة الناشفة اهو. حلو، عايزة النودلز باللون الأحمر بتحط معلقة فلفلة حلوة، عايزاها باللون ده الطبيعي مفيش مشكلة، اختياري برضو. بتشوف بعض المطاعم النودلز لونها بيميل للحمار بيكونوا حاطين فلفلة حلوة اللي هي الهريسة الحمراء، أو معجون طماطم أو كاتشب، دي مدارس يعني، أنا بديك الأفكار وأنت حر. الطبق ده بعد ما بيستوي طبعا بيتقدم مع السمسم، بنزينه بالسمسم. النودلز كده على النار، بنجيب أي نودلز موجودة في أي سوبر ماركت موجودة، في منها بالأطعمة المميزة، في منها بالفراخ، في منها باللحمة، في منها بالسمك، في منها بالخضار زي ما أنت حابة، في منها السادة خالص زي ما موجودة، أو في المكرونة الصفراء اللي هي البيضة الشعرية البيضة دي معروفة طبعا، بتتعمل من دي الرز، اختياري برضو، دي موجودة معانا. هنسقطها كده في قلب الخضار اهي زي ما هي كده، هتفك لوحدها، هنغطيها بس اهو، دول ثلاثة كفاية أوي. هنغطي الحلة زي ما هي كده وخلص الطبق الحلو ده. عملت أكلة لو رحنا أكلناها بره هندفع فيها مبلغ وقدره. نودلز بالخضار عملتيها في البيت عندك، مستحيل تلاقي الطعم ده بره، خلي بالك. تقطيعة الخضار لازم تكون بالشكل ده عشان المطبخ الياباني أو المطبخ الصيني أو الماليزي أو الأندونيسي له شكل بيبقى على السفرة بتاعتنا، فلازم إحنا نحترم الشكل ده. زي إحنا مثلا بنعمل الطبق الكشري بتاعنا، لو ما تزينش بالبصلة المقرمشة ما يبقاش كشري، أو نعمل مثلا الملوخية بتاعتنا لازم الفراخ تبقى في قلبيها والرز بالشعرية، وهكذا. في أكلات عنوانها الشكل، عنوانها الصورة. هنستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع لمستر بيستاشيو. بيستاشيو هنشوف نعمله مع بعض ازاي، عشان انا ألدغ في الياه على فكرة، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. تقدر تستخدميه في الكافيه، تعملي بيه لاتيه او تعمليه مع القهوة او تعمليه ايس كريم او تعمليه مع العصاير، المهم تعملي برطمان وخليه في التلاجة عندك عشان الولاد لما يشوفوه يبقى انت عاملاه في البيت. او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الاكل بتاعنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، يعني تفاصيل بسيطه وسهله ولكن الطعم والشكل جديد. تعالوا مع بعض نعمل الفرايد رايز بالسبانخ والجزر، اكله لطيفه برضو وصحيه وزي الفل. رز مصري، ودايما الفرايد رايز بيتعمل في اليابان في الصين في اي مكان في العالم لازم رز مصري هو اللي بيدي الطعم. حتى اليابانيين السوشي بتاعهم ما يبقاش له طعم الا بالرز المصري. معانا رز مصري ومعانا سبانخ ومعانا جزر ومعانا سمسم وصويا صوص وزيت السمسم، حلو قوي. تعالوا شوف هنعمله مع بعض ازاي سريعا. هناخد اول حاجه الرز، الصوره بتاعتنا الحلوه دي كده، ونسلقه. سلق الرز سهل، بس هو مع الفرايد رايس هيبقى له طعم تاني. معلقه زيت صغيره، حلو. شوف انا هسلق الرز ازاي بقى المره دي، ومعانا من التوم فص توم صغير، مش هستنى لما التوم يتحمر، انزل بالرز ده كده عليه على طول اهو. شويه رز تاكل صوابعك وراه، مش كل يوم كشري بالعدس الاصفر، غيري يا ست الكل. اي نعم انا بعشق الاكله دي، امي لما كانت تعملها مع البيض المدحرج بالسمنه البلدي حكايه، والله اشتقت لها دلوقتي. شويه رز مع شويه عدس كده، وفي الاخر يا عم الشيف البيض يتسلق وفي شوية سمنة بلدي بعد السلق يتدحرج مع رشة فلفل ورشة ملح وكمون. يا ويلي جوعنا؟ جوعنا ولا لسه؟ أنا عارف هتعملوها دي، مش هتعملوا الصيني ده النهاردة. أدي الرز بتاعنا اتحمر مع التومة وبنقلبه كده،
شويه رز اهو، مش هنحط ملح خالص لان احنا هنحط عليه الصويا صوص، فهو ايدك تروح على الملح من فضلك. قلبنا الرز مع الفص التوم. ده لا لسه له شكل، له قصه ثانيه على فكره، ده بعد ما يستوي الرز هياخد السبانخ والجزر. المخرج بيركز معايا قوي. هوريك حاجه دي، هوريك النودلز دلوقتي مش هتعرف شكلها. هننزل بالميه. الله اهي. بس خلاص استوى الرز، هنسيبه كده على نار هاديه واتقل على الرز. ايوه زي ما قلت كده لما يستوي، بس لازم تغطيه، ويفضل ان احنا نغطي الرز بعد ما يغلي. نظبط عيار الميه بتاعه ونهدي النار عليه. استوي براحتك بقى يا باشا. عايز اوريك النودلز بتاعتنا، بص عليها كده شوف بعد ما استوت. اوريها لك دلوقتي، هنضرب فيها الشوكه دلوقتي هتلاقي الموضوع مختلف. بس خلينا نظبط النار دي. يلا قومي يا نار. حلو تمام. اخبار النودلز ايه؟ اهي بص عليها اهي، شوف الحلاوه، شوف الجمال، هو ده اهي. الله الطبق ده انا بعشقه، قرشه الجزر بالسكريات بتاعتها مع الخيار مع الكوسه مع طعم الصويا صوص، زيت السمسم له مذاق خاص كده. شفت النودلز؟ الله بص عليها كمان، شفت ازاي؟ اهي استوى الطبق ده، ده جاهز مش محتاج حاجه خالص غير ان انا اغرفه دلوقتي. لازم الخضار يبقى كده. يلا نغرف الطبق ده كده. الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، هو ده الطبق ده جاهز للتقديم. نودلز بالخضار، طبعا بنحط شويه خضره في الاخر على الوش، وده اختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اهي طبق مش مكلف، بس لما تعمليه في البيت بتشكيله الخضار اللي انت حباها. وعلى فكره ما تقوليش لاولادك ان انا حاطه خيار في الطبق ده، عشان ده جديد بالنسبه لنا يعني. انت خليهم يستطعموا الطبق وياكلوا بالف هنا وشفا، وبعدين قولي لهم بقى ايه المكونات. لقيتهم مش مستطعمين الخيار ما تكرههمش في الاكل، قولي لي ده كوسه عادي. محدش هيقول لك حاجه، انت ست الكل وانت ملكه البيت وانت الكل في الكل. فانت الفي التاليفه براحتك يعني. ده النودلز بتاعنا. رشه السمسم الحلوه، عنوان المطبخ الياباني، عنوان المطبخ الصيني. زي الفل. مع رشه بقدونس حلوه كده. شفت الطبق؟ روح بقى اكليه بره كده ولا ادفعي فيه فاتوره؟ مش هقول لك كام. حلو؟ الرز على النار. اخباره ايه؟ ايه المطبخ السهل ده يا عم الشيف؟ ده ولا كانك واقف في مطبخ، انت واقف بتتدلع. ادي الرز اهوت. حلو. نجهز الخلطه بتاعت الرز لان احنا هنعمله فرايد رايز بالسبانخ وبالجزر. بنحط طاسه على النار ونطفي النار اللي احنا مش عايزينها لعدم التبذير في فاتوره الكهرباء، ده الطبيعي. خليكي زي كده. اللي انت عايزه تستخدميها خليها. وتعالوا نعمل مع بعض الفرايد رايز. حلو قوي. طاسه على النار، معايا شويه سبانخ حلوين طازه زي الفل، ومعانا جزر مبشور، ومعانا صويا صوص، ومعانا شويه سمسم، وفصين من التوم، وبصلايه ناعم، والمقادير على الشاشه. السبانخ هنقطعها بالشكل ده كده، تكسيرها بالسكينه كده لان دي مع الرز اهو. تقطيعها كانك هتعملها سلطه يعني. دي السبانخ. حلو. معانا بصلايه حلوه محترمه كده لطيفه اهو، بناخدها برده شرايح. وتغيير من الرز يعني، مش كل يوم رز بشعريه، مش كل يوم رز حبه وحبه، مش كل يوم رز معمر في الفرن. خلي بالك. دي البصلايه الحلوه. اخبار الطاسه ايه؟ سخنت معايا، بحط معلقه زيت صغيره.
في الروقان كده، مطبخ رايق زي الفل. والرز بيستوي، ده معلقتين زيت. مش هنحط زيت السمسم دلوقتي، زيت السمسم ده يتحط على الرز بعد ما نحطه. هننزل بالبصلية دي كده، مش مطلوب مني ان انا احمر البصلة خالص اهو. حلو قوي. اخبار الرز ايه يا عم الشيف؟ هو ده الرز اهوت، استوى معانا، في طعم التومه. الله، هو ده اهو. صلاه زي الفل. ننزل بالجزر المبشور، حاجه جديده ولطيفه، تغيير. يبقى يوم عندك في الاسبوع، يوم كل 15 يوم، يوم في الشهر، تقف في المطبخ كده رايقه، تعملي حاجات جديده بافكار جديده. لا تفكري ولا تحتاري، الشيف المغازي هيخليكي تختاري. ننزل بالسبانخ الحلوه، ده لسه قصه البستاشيو دي بقى. البستاشيو ده حكايه، ده الكافيهات والمطاعم على طول ميه بالبستاشيو، تلج بالبستاشيو، في الاخر تلاقي فول سوداني واخد لون اخضر. يا شماتي تقابل زازا فيا فعش بستاشيو، يعني فوزدو فوزدو حلبي يا استاذ، ينطحن في الخلاط، ياخد كريمه لباني، ياخد سكر بودر، هو ده مستر بستاشيو. انما اجيب فول سوداني واطحنه واديله لون اخضر واقول ده بستاشيو؟ يا راجل يا طيب، شايفين الجمال والحلاوه؟ فرايد رايس. ننزل بالرز كده، تعرفنا البستاشيو فوزدو حلو. لما تعمليه وتحط برطمان في البيت، في التلاجة وفي باب التلاجة، شوية عصير تحط معلقة منه، زي البيستو سوس كده بتاع المكرونة وبتاع الطلاينة. في مكرونة تلاقيه، في بيكاتا تلاقيه، في سبوكو تلاقيه، في فرايد رايز تلاقيه، في ريزيتو تلاقيه. ده مستر مين؟ مستر البيستو سوس، زي البستاشيو كده. شايف الرز ده؟ الرز خلص كمان. ياخد زيت السمسم وياخد الصويا صوص، لان انا مش حاطط ملح. ادي زيت السمسم يدي الطعم، الله. وادي الصويا صوص، لا ملح ولا كزبره بينا، خلي بالك. نقلب الرز، يتحمر كده. البعض وليس الكل يحط بيض اومليت يتقطع بعد ما يستوي، تلات اربع بيضات، ويتحطوا على وش الرز ويبقى لطيف وجميل. الرز كده جاهز للتقديم، هنسيبه على النار شويه عشان كله يدوب في بعضه. واستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل البستاشيو ايه افكاره، ايه حكايته، ليه مشهور في بعض الكافيهات والمطاعم مع فليفر مختلف. اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركايه. فرايد رايز من غير سنة شبت ملوش طعم ملوش شخصية. المحشي بتاعنا سواء محشي كرومب ولا ورق عنب ولا محاشي مشكلة، من غير معلية شبت مع الخضرة ملوش شخصية. يا سبحان الله، يقول لك يجعل سره في أضعف خلقه. شبت بس ما تكتريش منه يعني. ده لازم، هو اللي بيدي طعم للفرايد رايز. خدت أنا كده إيه، عشبتين من الشبت، بحطهم في الاخر كده، بيدي طعم حلو قوي، خاصة مع الصويا صوص وزيت السمسم. الله. على فكرة ممكن تستخدم الكرومب في الفرايد رايز. شفت شوية الرز دولت؟ والله العظيم قدامي أنا أحلى من الديك الرومي ولا الفخدة الضاني. صح 100%، بروتين موجود في الصويا صوص، الرز كربوهيدرات ونشويات، السبانخ حديد ومعادن، مستودع من المعادن، الجزر كل حاجة بتفكري فيها موجودة في الجزر، ألياف، سكريات، فيتامين سي، البصل مش محتاجين نتكلم عنه،
غني عن التعريف. التوم طبق ده عندنا احلى من الديك الرومي. نغرف الرز ده كده اهو ده. يلا بينا. مطبخ بسيط وسهل. لازم يعني يكون فيه فراخ ولحمه. رشه السمسم على الرز ده. او هنجيب بيض، ثلاث اربع بيضات، ونعمل طبق اومليت حلو كده، ونعمله رولز ونقطعه ونحطه على وش الرز. بعض المطاعم تعمل كده، بس انا يعني مش عايز اقدم معاه بيض، انا عايزه صحي كده زي الفل. شفت الحلاوه دي والجمال ده؟ السبانخ فيها اهو ده الطبق. رشه السمسم حط على الرز. اهي حلوه. ده العنوان، دي البصمه زي ما بيقولوا. حلو. ده الفرايد رايس بتاعنا. تعالوا مع بعض نغير الجلافزات، نستعد وننتبه لمستر بيستاشيو. لازم في الريف المصري والصعيد المصري نعرف يعني ايه بيستاشيو. انتوا عارفين طبعا، يعني انا مش هعرفكم، انتوا احسن مني، ولكن الاولاد بيفتحوا التليفون بيشوفوا الصور على السوشيال ميديا، بيشوفوا اللاتيه بالبيستاشيو، مش عارف ايس كريم بيستاشيو، الحاجات دي كلها. فتعالي اعمليه في البيت. وعشان تعمليه في البيت افكاره بسيطه وسهله. ازاي تعمليه؟ الخلاط معانا اهوت زي الفل، واحنا واقفين كده ايه معانا وقت هنلعب شويه يعني. السله، فستق ناعم، سكر بودر، كريمه لباني، وتعالوا نعمل مستر بيستاشيو اللي هو الفستق الاخضر من غير ما يتعمل بالفول السوداني. خلي بالك. شكرا حبيبي. تمام، ادي الخلاط. ايه الاخبار؟ تمام، حلو قوي. ادي الفستق، تحطيه سليم او مطحون زي ما انت عايزه. ده اساس صلصه البيستاشيو، ده الفستق الحلبي او الفستق الاخضر، بيتباع في اي سوبر ماركت. سعره غالي شويه، مفيش مشكله، بس هي حاجة جديدة للأولاد بيحبوها، ويبقوا كمان إحنا مش حارمينهم من حاجة. بنحط مع الفستق ده معلقتين من التلج المتكسر كده عشان يدي قوام. بنحط شوية كريمة لباني. حلو. بنحط السكر البودر. اللون الاخضر، وده لون موجود في اي ماركت، منه البودر ومنه السائل. بقى بيستاشيو من غير ما اضرب الخلاط، عشان كده بقول لك انا بس انا بحط ايدي على حاجه هنا. وانتوا عارفين الشيف المغازي بيتكلم بتلقائيته وبطبيعته، وده اللي وصل لحضراتكم، وده اللي انتوا حابينه فيا. ده ممكن يتعمل بفول سوداني خالص، ولا حد هيفقسه ولا حد يعرفه، هيتضرب في الخلاط ويبقى كريمي واخد سكر واخد لون وزي الفل، واخد عصره ليمون والجو اللي احنا عارفينه. وساعه ما ينزل على القهوه او الاكسبريسو او الاسكافيه ولا هتعرفيه اذا كان فستق ولا لوز ولا عين جمل ولا حاجه، ولكن ايه اصوله انا بتكلم اهو. عشان كده البيستاشيو بتلاقيه غالي، فلما نعمله بالفستق او نعمله باللوز او نعمله بالفول السوداني ده سعره اقل من الفستق، فهنا بيكسب كتير. شفتوا الكلام؟ شفتوا الصراحه والوضوح لغايه فين؟ انا معاكم اهو. فلازم تعرفيه بالطعم، فلازم تدقيه بالفستق وتدقيه بالفول السوداني عشان لما تروحي مطعم ولا اي كافيه تعرفي ده معمول من ايه. في الخلاط. بس خلاص، ادي مستر بيستاشيو اتعمل ولطيف وجميل وزي الفل. استخدميه بقى في حاجات كتيره بقى. ايس كريم هنعمله، لاتيه هنعمله، سموزي هنعمله، مع بطيخ هنعمله، زي ما انت عايزه. نشيل اللون ده بدل ما يبهدل لنا الدنيا. والله اللون الاخضر ده يعني ممكن تلاقي المطبخ كله اتقلب اخضر عندي. ده معمول بالكريمه اللباني، يخش التلاجه بس يجمد.
يبقى زي الفل. حلو الكلام؟ عرفنا الافكار بتيجي منين؟ تعالوا نعمل بقى بتاعنا الايس كريم. هنعمله بالبيستاشيو. نعمل ازاي الايس كريم يا عم الشيف؟ ده احنا عاملينه وجاهز معانا في التلاجة من بدري. مقاديره كريم شانتيه عندنا، حليب مركز، سكر بودر، والكاسات والخلاط بتاعنا، واللون الاخضر والكريمه اللباني دي اساسي. ده بالنسبه موجوده المقادير على الشاشه. حابه بقى تحط شويه مكسرات معاه، اهلا وسهلا. تحط فستق برضو مفيش مشكله، اللي هو اصل صلصه البيستاشيو. حلو. هنعمل الايس كريم ازاي؟ سهل، ده مش محتاج والله خلاط ولا اي حاجه. كل القصه بناخد معلقتين من الكريمة البيستاشيو ونضربها مع الكريم شانتيه والحليب المركز بقى ايس كريم. مش محتاجه مضرب للامان. هنشيله ده من هنا خالص، انا بوفر عليك. ننزل بقى كده. شفت القوام بعد ما تحط في الثلاجه؟ قوام. عامله برضو زي كريمه اللوتس او كريمه الشوكولاته. ده الايس كريم بتاع البيستاشيو. ايه اللون ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ممكن تحط فانيليا يبقى طعم الفانيليا عادي خالص، اختياري. ولكن لما تدوقيه هتلاقي فيه طعم الفستق والقرشه بتاعه الفستق، هتلاقيها موجوده فيه. تروح اي كافيه بقى تلاقي جايب لك الايه، ثلاث ارباع كوبايه تلج، مكعبات تلج زي اللي معايا ده كده. بس عايز اقول لكم بس الايه الدنيا ماشيه ازاي. في قلب الكاسه او في قلب الكوبايه، ويحط لك معلقه صغيره كده، معلقه شاي من البيستاشيو ده على التلج، ويحط لك يا اما حليب يا اما ماء مثلج. كام السعر؟ ما اعرفش، عشان برضو ما حدش يزعل مني. حلو الكلام. انا بروح بصراحه ما بيرضوش ياخدوا مني فلوس. يا شيف انت شرفتنا ونورتنا. لا ابدا. ايه رايك؟ اقول له تمام، تسلم ايدك. خلي بالك، ده الايس كريم بتاعنا. ومحدش احسن من حد. بتشوفيها من الصور على السوشيال ميديا، هتخش المطبخ تعمليها معاك الشيف المغازي، اهو بيجيب لك الحاجات لغايه عندك. زي الفل، تسلم ايدك يا شيف والله. عايز الطعم ياخد شويه، حطي شويه فانيليا. ممكن بعد الاخر تزينيه بالفستق الحلبي او ببسكوت مكسر عادي، بسكويت عادي مفيش اي مشكله، اختياري برضو. حطي صوص شوكولا، اختياري بقى. ده الايس كريم بتاعنا في الجو الحر ده كده، لطيف وجميل. عرفت بقى يا ست الكل ايه حكايه البيستاشيو اللي بيسالوا على السوشيال ميديا؟ دلوقتي بيعملوه برطمانات صغيره كده ويتباع بمبلغ وقدره. ايه تركيبته؟ زي ما بقول لك كده، فانت الافضل اعمليه في البيت. الحاجات دي سهله يعني. البست صوص، ريحان اخضر، ثوم، زيت زيتون، عملت برطمان وحطيتيه في البيت، مفيش اي مشكله. اللوتس، هتجيب اللوتس ده تطحنيه برضو في قلب الخلاط، تحط عليه شويه كريمه لباني وشويه زبده، وعملت كريمه اللوتس عادي. زي الفل يا عم الشيف، تسلم ايدك. ده الايس كريم بتاعنا، المفروض يتحط في الديب فريزر شويه، مفيش مشكله. الف هنا وشفا. وعملنا النودلز بتاعتنا الجميلة الحلوة للأطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام مامي وكلام بابي. لا أنا هحط لك حاجة أحسن من العسل، أنت تستاهل حاجات كتيرة يا فاروق.
ايه رايك؟ شفت الجو ده؟ اي خدمه. ده اختياري برضه، ممكن نحط في الكاسه قبل كده. انا بديك الافكار علشان تلبي طلبات ولادك وزوجك الكريم وحماتك وماما لما يقولك تبقى انت عملت حاجه جديده. تابعت الشيف البغاز على شاشه القناه الاولى وعملت لهم الحاجات اللي بتسمعوا عنها وبتشوفوها على السوشيال ميديا او بنروح بعض المطاعم. يا نعم. لا والقناه الاولى يا باشا اهي على راسي من فوق. حلو الكلام. المطبخ بتاعنا فيه شويه بساطه النهارده، فيه شويه سهوله، فيه افكار بسيطه وسهله ومش مكلف. بس لما نيجي نتكلم عن القيمه الغذائيه اللي موجوده في كل طبق حديث طويل، لو قعدنا نكتب وقعدنا نسجل حديث يتعدى ال 100 صفه و100 قيمه غذائيه، اذا كان النودلز بتاعتها في مكوناتها او الفرايد رايز المكونات بتاعته او الفستق طبعا مع الكريمه اللباني وعملناه ازاي ايس كريم. رؤيه فن ابداع مع بساطه وسهوله ومرونه في مطبخك وانت واقفه ومزاجك رايق كده تعملي لاولادك واسرتك الحاجات الحلوه اللي بيحبوها. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.